أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص الدعم والتي سنخصصها لمنهجية الاشتغال بالوثائق التاريخية، وهي موجهة لتلاميذ السنة أولى بكالوريا الشعب العلمية. فعلى بركة الله، إذا سنتناول خلال هذه الحصة عنصرين أو محورين. إذا المحور الأول الوضعية الاختبارية في مادة التاريخ من خلال الاشتغال بالوثائق، إذا سنقتصر على وضعية الاشتغال بالوثائق. والمحور الثاني أو الشق الثاني سنخصصه لنشاط تطبيقي. إذا بالنسبة للوضعية الاختبارية في التاريخ، فهي وضعيتان اختباريتان، إما الاشتغال بالوثائق أو الموضوع المقالي. بالنسبة للاشتغال بالوثائق، معناه أن المتعلم أعزائي المتعلمين أو المترشح للبكالوريا يعني يشتغل بوثائق تاريخية، قد تكون نصوص، خرائط، صور، رسوم، مبيانات، جداول إحصائية، جداول كرونولوجية إلى آخره. بالنسبة لمكونات هذه الوضعية أي الأسئلة التي ستطرح في الامتحان، لا تخرج أعزائي المتعلمين عن 5 أسئلة. إذا السؤال الأول، يهم وضع الوثائق في سياقها التاريخي وتخصص له نقطة واحدة. السؤال الثاني، تحديد يطلب من المترشح تحديد معاني بعض المفاهيم أو المصطلحات أو الأعلام أو الوقائع التاريخية، نقطتان. السؤال الثالث، يطلب من المترشح استخراج معطيات تاريخية مضمنة في الوثائق وتفسيرها، وأسطر هنا على معطيات مضمنة في الوثائق. لما؟ لأن أحيانا المتعلم أو المترشح للبكالوريا قد يستخدم رصيده المعرفي، وهذا خطأ. إذا هنا الأسئلة تنصب على الوثائق، تخصص له 3 نقاط. السؤال الرابع، تركيب الفكرة الأساس للوثائق في ارتباط بإشكالية تاريخية، وتخصص لهذا السؤال نقطتان. أخيرا، يطلب من المترشح أعزائي المتعلمين إنتاج تعليق تاريخي بتوظيف المكتسبات المعرفية ذات الصلة. إذا السؤال الأخير يعني يسمح للمترشح بتوظيف رصيده ومكتسباته المعرفية، وتخصص لهذا السؤال نقطتان. إذا حتى تتضح الصورة أكثر أعزائي المتعلمين، أقترح عليكم هذا النشاط التطبيقي. إذا الوثيقة الأولى هي عبارة عن نص تاريخي مضمونه فوجئت فرنسا بحادث التدخل العسكري الألماني في المغرب، حصار ميناء أكادير سنة 1911، خاصة وأن الحادث وقع في وقت دقيق. وحاولت فرنسا أن تحصل على تأييد من بريطانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، لكن الحكومة البريطانية اكتفت فقط بتأييد دبلوماسي ونصحت فرنسا بالتفاوض. أما روسيا فلم تتعد بدورها الإعراب عن قلقها من الحادث، ونصحت الدولتين بالتفاهم، ودعت كل من النمسا وإيطاليا إلى إنهاء المسألة المغربية من العلاقات الدولية على الخديمي المغرب في مواجهة التحديات الخارجية إلى آخره. إذا أعزائي المتعلمين، فهذه الوثيقة هي تفصح عن الصراع الذي كان دائرا بين ألمانيا وفرنسا حول المغرب، وحاولت طبعا ألمانيا أن تضغط على جارتها فرنسا من خلال إرسال طراد حربي إلى أكادير بانذر سنة 1911، وحاولت كذلك كل دولة من الدولتين أن طبعا أن تستميل إلى صفها القوى الأوروبية. نمر بعدها أعزائي المتعلمين للوثيقة الثانية منطوقها. بما أن الاحتلال العسكري الفرنسي قد لاقى مقاومة شرسة ببعض المدن والأرياف، فإنه لم يستتب إلا بقوة الحديد والنار. ومع إخماد صوت المقاومة المسلحة في مطلع الثلاثينيات، ظهرت بالمدن حركة سياسية اقتصرت هذه الحركة على المطالبة ببرنامج إصلاحات، إلا أنها ما لبثت قبل نهاية الحرب العالمية الثانية أن أخذت تطالب علانية بالاستقلال التام. وبالموازاة مع هذا التطور، اشتد الصراع بين القصر والإقامة العامة، مما أدى إلى نفي السلطان سيد محمد بن يوسف بتاريخ 20 غشت 1953. وقد شكل هذا الحدث تحولا حاسما في مسار الحركة الوطنية. المرجع محمد القبلي
كرونولوجيا تاريخ المغرب إلى آخره. إذن لاحظوا هنا أعزائي المتعلمين أن النص يفصح لنا عن بعض الأحداث التاريخية الهامة، وهي أولا تطور نضال المغاربة في سبيل تحقيق الاستقلال، والذي بدأ بمقاومة شرسة للقبائل المغربية، وطبعا أخمدتها فرنسا بقوة الحديد والنار، ليبدأ أو لتبدأ بعدها مرحلة النضال السياسي في مطلع الثلاثينيات انطلاقا من المدن. وطبعا هذه الحركة السياسية أو الحركة الوطنية المغربية طالبت في البداية ببرنامج الإصلاحات، ثم بعد ذلك طالبت علانية بالاستقلال التام قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالضبط في 11 يناير 1944. أيضا بالموازاة مع هذا التطور شد كذلك الصراع بين القصر والإقامة العامة، وهذه الأخيرة نفذت مؤامرتها الخبيثة بنفي السلطان الشرعي سيد محمد بن يوسف بتاريخ 20 غشت 1953، فيما يعرف في تاريخ المغرب بثورة الملك والشعب، التي شكلت تحولا حاسما في مسار الحركة الوطنية. نعرج بعد ذلك على الوثيقة الثالثة والأخيرة، منطوقها أعزائي المتعلمين أمام صمود الشعب المغربي ضد العدوان الفرنسي السافر على حريته ووحدته وسيادته وعرشه، اضطرت فرنسا أن تخضع للأمر الواقع وتعيد رمز السيادة المغربية وبطل استقلال المغرب محمد الخامس إلى عرشه معززا مكرما، وتنزل ضيفا عليها بفرنسا في 11 أكتوبر 1955. وبذلك وضعت فرنسا حدا لنظام الحماية، ثم أعلنت استقلال المغرب، وعلى إثر ذلك عاد محمد الخامس إلى عرشه يوم 16 نوفمبر 1955، وقد أدت المفاوضات بين المغرب وفرنسا بإكسلابان إلى توقيع اتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية في يوم 2 مارس 1956 بباريس لمنح المغرب استقلاله. إذن النص مأخوذ من مرجع لعبد الحق المريني، محطات في تاريخ المغرب المعاصر. إذا النص أعزائي المتعلمين يفصح عن نتائج صمود الشعب المغربي والمتمثلة في ماذا؟ في تشبثه بحريته ووحدته وسيادته وعرشه. هذا الصمود طبعا كان إشارة على أو شكل ما يسمى بالعد العكسي لاستقلال المغرب. إذا فصمود الشعب المغربي جعل فرنسا تخضع للأمر الواقع، فطبعا أرجعت محمد الخامس من جزيرة مدغشقر إلى فرنسا ليبدأ بعد ذلك مسار المفاوضات، خصوصا بعد عودة السلطان الشرعي إلى عرشه في 16 نوفمبر 1955 بعد عودته إلى المغرب. فطبعا نظمت وتم عقد مفاوضات بين المغرب وفرنسا بإكسليمان، توجت بتوقيع اتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية في 2 مارس 1956، والذي من خلاله أعلنت فرنسا استقلال المغرب. المطلوب منكم أعزائي المتعلمين، السؤال الأول، ضع الوثائق الثلاث في سياقها التاريخي، الزمن، المكان، الموضوع. إذن بعد قراءتكم للوثائق قراءة جيدة وبعد تأملها وتفحصها وأخذ الوقت الكافي، أيضا الأمر نفسه ينطبق على الأسئلة، يعني يجب أن تقرأوا الأسئلة بشكل دقيق. إذن لاحظوا صيغة السؤال، المطلوب هو وضع الوثائق في سياقها التاريخي، بمعنى آخر سياق تاريخي للوثائق في مجملها. إذن سياق واحد للوثائق. لما أعزائي المتعلمين؟ لأن السؤال لم يأتي بصيغة ضع كل وثيقة في سياقها، وإنما ضع الوثائق الثلاث في سياقها التاريخي. إذن سياق واحد جامع للوثائق. السؤال الثاني قد يأتي بصيغة عرف أو اشرح. إذن اشرح أو اشرحي شرحا تاريخيا ما يأتي: الاحتلال العسكري، المقاومة المسلحة، برنامج إصلاحات والحركة الوطنية. السؤال الثالث، استخرج أو استخرجي من الوثائق ما يأتي: ألف، من الوثيقة واحد الظروف الدولية الممهدة لفرض الحماية الفرنسية على المغرب، باء، من الوثيقة اثنان الأشكال التي اتخذتها مواجهة المغاربة للاحتلال الفرنسي، جيم، من الوثيقة الثالثة نتائج صمود المغاربة بعد نفي السلطان محمد الخامس. إذن هنا
مهارة الاستخراج أعزائي المتعلمين، هذه التعليمة أو هذه التعليمات كلها تنصب على الوثائق. لذا لا ينبغي عليكم أعزائي المتعلمين أن تعبئوا أو أن تستحضروا رصيدكم المعرفي، وإنما يجب أن تستخرجوا الأجوبة انطلاقا من الوثائق. السؤال الرابع، ركب أو ركب الفكرة الأساس للوثائق الثلاث. ما قلنا عن السياق التاريخي ينطبق أيضا على الفكرة الأساس. إذا هنا لاحظوا الصيغة، إذا ركب الفكرة الأساس للوثائق، بمعنى فكرة واحدة للوثائق الثلاث، ولم يأتي بصيغة ركب الفكرة الأساس لكل وثيقة. إذا فهناك فرق، إذا سياق واحد، فكرة واحدة. خامسا، اعتمادا على مكتسباتك السابقة. إذا هنا لاحظوا، إذا لابد للمترشح أن يعبئ ويستحضر رصيده المعرفي ومكتسباته السابقة. من أجل ماذا؟ إذا كتابة فقرة أو تحرير فقرة. إذا اكتب أو اكتبي فقرة تبرز أو تبرزين فيها مراحل استكمال المغرب لوحدته الترابية إلى غاية 1979. نأتي بعد ذلك للأجوبة، ستكون على الشكل الآتي من ضمن صيغ أخرى طبعا. إذا أولا، وضع الوثائق الثلاث في سياقها التاريخي، الزمن، المكان، الموضوع. أشير هنا أعزائي المتعلمين وألفت انتباهكم أنه أثناء التصحيح تقبل إحدى الصيغتين الآتيتين فقط دون غيرهما، إما الصيغة المفككة أو الصيغة المدمجة. ما الفرق بينهما؟ الصيغة المفككة هو أننا نفكك السياق إلى مؤشرات ثلاث، وهي الزمن هنا 1911 1956، المكان المغرب في علاقته بفرنسا والقوى الإمبريالية، الموضوع ظروف احتلال المغرب وأشكال مقاومة المغاربة للاحتلال الأجنبي إلى غايتنا للاستقلال. إذا أعزائي، تقبل هذه الصيغة المفككة أو تقبل كذلك الصيغة المدمجة. إذا لكم الاختيار بين هاتين الصيغتين، إما الصيغة الأولى أي الصيغة المفككة أو الصيغة المدمجة. الصيغة المدمجة يعني تكون في صيغة جملة اسمية أو فعلية مقتضبة، لأنه ما يهمه هنا هو قياس مهارة التركيب لدى المتعلم، لا كومبيتونس دو سانتيز. إذا الصيغة المدمجة، ظروف احتلال المغرب وأشكال مقاومة المغاربة للاحتلال الأجنبي إلى غاية نيل الاستقلال سنة 1956. السؤال الثاني، الشرح التاريخي. إذا الشرح التاريخي أعزائي المتعلم يكون أيضا مقتضبا، أي ما يفيد هذه المعاني، ليس بالضرورة أن تكون بهذه الصيغة معنى ومبنى، لا، إنما تقبل يعني الصيغ التي هي تفيد معنى المفهوم أو المصطلح أو العلم التاريخي أو الحدث التاريخي المرادي شرحه وتعريفه. إذا هنا يجب أن يكون التعريف أو الشرح يعني مقتضبا في حدود سطر إلى سطرين على أبعد تقدير. إذا الاحتلال العسكري، العمليات يقصد بها العمليات العسكرية التي قامت بها كل من فرنسا وإسبانيا لإخضاع المغرب بين 1907 و1934. المقاومة المسلحة هي الكفاح المسلح الذي قادته القبائل المغربية ضد جيوش الاحتلال إلى غاية 1934، واستأنفه جيش التحرير سنة 1955. برنامج الإصلاحات أي البرامج التي رفعتها الحركة الوطنية إلى سلطات الحماية سواء في المنطقة السلطانية أو الخليفية منذ الثلاثينيات، وتضمنت مطالب إصلاحية في ميادين شتى. الحركة الوطنية إذا ظهرت بالمدن خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، المدن المغربية، مع ثلة أو لفيف من الشباب المثقف، وتنوعت أساليب كفاحي بين النضال السياسي ثم العمل الفدائي، فالمقاومة المسلحة لنيل الاستقلال. بالنسبة للفكرة أو الاستخراج، مهارة الاستخراج، إذا استخرج من الوثائق ما يأتي. إذا ألف، من الوثيقة واحد. إذا الجواب هو الظروف الدولية الممهدة لفرض الحماية الفرنسية على المغرب على خلفية التنافس الإمبريالي الفرنسي الألماني حول المغرب وتدخل قوى أوروبية. ب، من الوثيقة اثنان، الأشكال التي اتخذتها مواجهة المغرب للاحتلال الفرنسي. إذا الشكل الأول، المقاومة المسلحة الشرسة للمغاربة ضد جيوش الاحتلال بين 1912 و 1934، النضال السياسي في مطلع
أي الشكل الثاني، النضال السياسي في مطلع الثلاثينيات والذي تجلى في المطالبة بالإصلاحات ثم بالاستقلال التام إلى غاية نفي السلطان سيد محمد بن يوسف في 20 غشت 1953. جيم من الوثيقة الثالثة نتائج صمود المغاربة بعد نفي السلطان سيد محمد بن يوسف، خضعت فرنسا للأمر الواقع حيث أعادت الملك محمد الخامس إلى عرشه وفتحت باب المفاوضات إكسليبان التي أفضت إلى إنهاء نظام الحماية وإعلان الاستقلال في 2 مارس 1956. بالنسبة للفكرة الأساس، أيضا يجب أعزائي المتعلمين أن تكون مقتضبة في حدود سطرين تقريبا. إذا الظروف الدولية التي أفضت إلى فرض الحماية الفرنسية على المغرب من جهة، وردود فعل المغاربة إلى حين تحقيق الاستقلال سنة 1956 من جهة أخرى. بالنسبة للفقرة أعزائي المتعلمين، إذا يجب كذلك أن تكون مقتضبة موجزة في حدود 5 أسطر إلى 6 أسطر، يعني يجب أن لا يتحول الجواب إلى مقال، إلى إطناب وحشو، لا، إذا يجب أن تكون الفقرة مقتضبة ما أمكن. إذا الجواب مر مسار استكمال المغرب لوحدته الترابية إلى غاية 1979 بمراحل عديدة. بدأت باسترجاع المنطقة الشمالية في أبريل 1956، فمنطقة طنجة في أكتوبر من السنة ذاتها، ثم برجوع طرفاية إلى السيادة الوطنية سنة 1958. وفي سنة 1969 استطاع المغرب استرجاع سيدي إفني، وتمكن بعد ذلك من تحرير إقليم الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة. وفي سنة 1979 تمكن المغرب من إرجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن. إذن أعزائي المتعلمين، هنا الفقرة معناه أن تكون الجمل متمفصلة مرتبطة بعضها ببعض، يجب أن لا تحولها إلى ماذا؟ إلى عوارض، لا، يجب أن تكون فقرة متلاحمة متمفصلة. إذن ختاما أعزائي المتعلمين، أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم، وأتمنى أن تكون الحصة مفيدة، وألقاكم في حصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.